يا هلا والله ومرحبا ومسهلا. حالف اني ما اصور الا اللي انا صح، وهذاني صح صح نومي. جماعة الخير، صدق مقولة اللي يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. اكبر مثال كحلام، كنت والله اني كنت اتثاقل الجلسة اللي هو فيها، بس سبحان الله دخل قلبي بدون استثناء. اقسم بالله يا لبى قلبك والله لك حلاني، كنت زي كذا بس اقسم بالله اني صرت احبك. الله يطول عمرك يا عزوز. كنت ولا زلت؟ الله يعزك ولا يفرقنا، ما هو انت اول شخص ولا اخر شخص، ونفس الشعور يعني بالبدايه، يعني سبحان من يعني حط فيك، يعني كنت ابعد عنك ولا كنت ابي اقرب لك يا اخي، احسك غير. بس والله العظيم ان له غلا ما يعلم به الا الله، وهو يعرف غلاه عندي. يا لبى قلبك. اي والله، والله عسى ربنا يحرمنا منه. والله انك ما غليت الا اللي يغليك. الله يطول عمرك يا ابو عزوز. يا هلا بالاب الروحي مسفر المرميذة. اي لاف يو، اي لاف يو رز. اي لاف يو يعني وش؟ يعني وش؟ ما هي بافيو سيارة. اقوعية. اي لاف يو، وش تقول انت؟ نفداك. نفداك نفداك، الله لا يشلاك في عفيف من هذه الايام. لبى قلبك. رز، والله انك مبدع مبدع مبدع، والله انك صادق. ترى مدام تطلع البرنامج وجمهورك متواصل معي، اورانس 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 اورانس، والله عندك قاعده جماهيريه يحبونك. قوه قوه جمهور العز، قوه قوه، ما في غير قوه. اكبر دليل اليوم اللي خلاك تعدي فوق الباب. الله يسعدك ان شاء الله، يسعد جمهورك. حبيبي يا ابو صادق، والله مبدع والله.